السؤال منطقي يا دكتور، هل ممكن ناكل بسكوت وكحك من غير ما نزيد في الوزن؟ بصراحة احنا ممكن ناكل كل حاجة من غير ما نزيد في الوزن. هي الفكرة بس المعادلة البسيطة بتبقى تملي في الكميات وفي تنظيم الوجبات في اليوم. احنا عندنا بنستهلك الأكل بكميات كبيرة، وده اللي بيتخنى في رمضان أو في العيد أو في الفطيخ ورنجة أو في الصيف أو في كل الحاجات دي. الاعتدال هو بيبقى الحل. هاكل امتى؟ هاكل قد ايه؟ هاكل ازاي؟ الحاجات دي بتفرق جدا. مش هنقول للناس بقى كله كحك دايت وما تحطوش سكر والكلام اللي في اصلا حاجه اسمها كحك دايت يا دكتور؟ في الصراحه في كحك بسعرات اقل وبمكونات صحيه اكتر، زي دي الشوفان، زي دي اللوز، من غير سكر، بيبقى بسكر ستيفيا. ففي حاجات فعلا بتبقى سعراتها اقل وصحيه اكتر، مش كميه الدقيق والسكر الابيض. طبعا احنا بنحب الحاجات التقليديه البسيطه اللي متعودين عليها اللي من زمان، والبيتي فور والغريبه الطبيعيه اللي بالسمنه وكده، مش مشكله خالص على فكره. طب خليني اسالك السؤال بالعكس، ايه اللي سعراته الحراريه اعلى؟ يعني هل هو الكحك، البسكوت، الغريبه، البيتي فور، ايه هو؟ الكحك طبعا متصدر القائمه. اوكي، بعد كده بيجي بعده ايه؟ بعد كده بيجي بعده البيتي فور، وبعدين الغريبه، واقل حاجه البسكوت اللي بنحبه كلنا في الشاي بلبن. الحمد لله. بس حضرتك صلحت بس فكرته انه بيتاكل منه كتير. صح. بس صلحت لنا معلومه، ان انا فاكر مثلا ان الغريبه دي هي اكتر حاجه فيها سعرات اكتر من الكحك نفسه. لا لا لا، الغريبايه عشان حجمها بيبقى معقول، دي 150 سعر. الكحكه في حدود 200 سعر، طبعا تعتمد حجمها قد ايه، معموله ازاي، ومحشيه ايه كمان. لان لما بتبقى محشيه مثلا مكسرات سعراتها بتزيد. الكحكه الواحده 200 سعر. الكحكه اللي هي العاديه الكبيره بتاعتنا، مش اللي طالعه موضه الصغننه، الكحك الكحك اللي احنا متربيين عليه بتاع زمان ده. بالظبط كده، في حوالي 200 سعر.